عرف الموسم السياحي الحالي تراجعا على مستوى السوق الأوروبية بنسبة قاربت 73%. هذا التراجع فسح المجال أمام التونسي لارتياد النزل التي اختلفت خدمتها واختلفت نسبة الرضا عن هذه الخدمات. كما تحلق المناطيد عالية في سماء مدينة الحمامات، وكما تحط رحالها على شواطئها، حطوا رحالهم في مدينة الياسمين. تونسيون اختاروا النزل ليوم ليومين أو ربما أكثر حسب الميزانية المتوفرة. تجدهم على الشواطئ على المسبح في بهو النزل في مقاهيه أو مطاعمه. أما الخدمات المقدمة فهي تختلف من نزل لآخر. أنا كنت في جربة وما عجبنيش السيرفيس وما عجبتنيش الماكلة وجيت تخي 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 ديسو. لهنا الحقيقة نتاع ربي دخلت للغيستورونس باش نحكي على الماكلة زادة عجبتني على الآخر لاكوي شالوغو على الآخر. استقبل باهي براتيكمون في كل شيء نظيف. يتسمى الأوتيل امبيكابل معناتها. نيفو معناتها ماكلة نيفو هيبرجمون. خدمات رائعة. فما شوية قلق على لاكسي نتاع البيسين خاطر الوقت ليميتي ما يحبش يقول لك 18 انا نحب نهبط 18. إقبال التونسي على النزل باختلاف تصنيفاتها ورضاه على خدماتها تلتقي عند موسم سياحي عرف تراجعا بالنسبة للسوق الخارجية. الموسم إلى حد آخر جويليا موسم صعيب برشا، والسوق الأوروبية بصفة خاصة عرف التراجع يناهض 73%. السائح التونسي سائح يجيب بطبيعة الحال في وقت وما عنده شروط وعنده صعيب بالنسبة للفندق، يحب خدمات متطابقة مع متطلباته، مثلا يحب في الصباح يفطر مؤخر في الليل يتعشى مؤخر، يلزم الأكلات تكون من نوع معين، يلزم الاستقبال يكون جيد. ثم العديد من الفنادق ولا بعض الفنادق اللي مازالوا عندهم خدمات ما تتناسبش مع تصنيفهم، مثلا تلقاه 5 نجوم والخدمات نتاعو تكون في مستوى 3 نجوم، وهذا هو المشكل الكبير. خدمات سياحية مختلفة تقدم للسائح التونسي بين الجودة وربما الرداء في موسم سياحي يعرف ركودا وصعوبة قد تحتد مع شهر سبتمبر حين يعود التونسي إلى حياته العادية وتعود النزل إلى ما كانت عليه.